ويطلع جي دي بي بلس يو اس واكون ادينين وتفرين في الادينو تفرين بينزيم بيكسر من غير اضافه ميه فاسمه ادينينو تفرين لايز يديني اي ان بي. طيب لو عايز اعمل اي دي بي كاينيز تعمل اي دي بي، عايز تعمل اي دي بي كاينيز اي دي بي. طيب لو عايز احول اي ان بي الى جي ان بي ازاي؟ الاي ان بي انزيم اسمه اي ان بي دي هيدروجينيز يديني اكس ان بي ده انتوسين مونوفوسفين. الاكس ان بي انزيم اسمه جي ان بي سنسيتيف بيدخل الدكاتره جلوتامين ويطلع جلوتامين، وكمان بيدخل اي تي بي ويطلع اي ام بي بلس بي بي اي واعمل جي ام بي. طب عايز تعمل جي دي بي كاينيز جي دي بي، عايز تعمل جي تي بي كاينيز جي تي بي، وهكذا من الاي ام بي صنعت الادينين وصنعت الجوانين نيوكليوتيد او تي دي نوفو سينثيس اوفيولين. هل البرين اللي جايه من الدايت استخدمها في تصنيع الجينين خطير؟ ابدا. عشان كده بعمل بايو سينثيس لجوانين بطريقتين، الاولى دي نوفو والثانيه ما حصلش. الدي نوفو ببني من ريبوز فاكوسيت جايه منين؟ اتش ان بتو انزيم واحد اسمه بي ار بي سينثيس والثاني اسمه امينو ترانسبريت. بي ار بي سينثيس يعمل بي ار بي، امينو ترانسبريت يعمل 5 فوسفورايبوزايلامين يحتوي على رمال الهوك. هذه النيتروجين بتاع رمال الهوك تمثل ان 9 اوف ذا بيورينيك هاتوا فيها كل الريك. ازاي؟ بتستخدم خضار بتستخدم لايزين وفورمالين جيف وكمان جروب فيتامين وكمان سيولين. نشوف مع بعض الجلايسين دي سي 4 دي 5 ان 7 ان 3 ان 9 كمان جروب فيتامين دي 2 دي 8 فورمالين جيف ان 1 اسبارتيك ودي 6 من ايه؟ من الريفراكتور. ولو انت في الاخر الفيرم يورين اللي اسمه ايه؟ مايلين. اللي منه بصنع الادينين نيكروتايد ومنه بصنع الجوانين نيكروتايد. ازاي؟ والله الاي ان بي بادينينو تاكسينين سنتيك دخل الجي دي بي تبع الجي دي بي اي اداني ادينينو تاكسينين. باللايز اداني اي ان بي كاينين اي دي بي كاينين اي دي بي. اي ان بي بدي اعمل نيم اكس ان بي. بجي ان بي سنتيك دخل اي دي بي طلع اي ان بي وبي بي اي كان جلوتامين طلع جلوتامين كون جي ان بي. والجي ان بي كاينين جي دي بي والجي دي بي كاينين جي دي بي. هنا عندنا مشكلتين. الحاجه الاولى لازم تعرف كويس جدا عشان اطلع اي ان بي من اي ان بي احتجت جي دي بي، وعشان اطلع جي ان بي احتجت جي دي بي. يعني عشان اطلع 1 بيورين نيوكليوتايد بحتاج النيوكليوتايد المقابل. عشان تطلع 1 بيورين نيوكليوتايد بحتاج النيوكليوتايد المقابل ده مهم. عشان لو زاد واحد يزود اثنين فيكون في بالانس. عشان اطلع اي ام بي احتاج دي دي بي، وعشان اطلع جي ام بي احتاج اي دي بي. فعشان اطلع 1 بيورين نيوكليوتايد بحتاج النيوكليوتايد الثاني، وده مهم عشان يعمل بالانس بين الاثنين. لو واحد زاد تاني الجي دي بي زاد، فزياده الجي دي بي تزود تصنيع الجي دي بي، يبقى في بالانس بين الاثنين. دي حاجه. الحاجه الثانيه يا استاذ، لما خدنا امبارح الامينو اسيد دبلج وخدنا الاسبارتيك، خدنا من ضمن وصفه الاسبارتيك انه بيطلع يورين. قلنا الاسبارتيك بيعمل يورين بيدي ان 1 اوف ذا بيرير وبيحول اي ان بي لادينو فعلا. خدنا اسبارتين اهو بيدي ان 1 اوف ذا بريريت، وكمان خدناه اهو عشان احول اي ام بي لادينو تاكسينيت يوز الاسبارتين. يبقى ما كناش بنضحك عليك. خدنا اهو الاسبارتين بيدي ان 1 ويحول اي ام بي لادينو تاكسينيت. ولما خدنا امبارح المايكرو وجلوتامين قلنا وظيفتها بابان لو تفتكر، وكان في منه ضعف يورين. خدنا المايكرو وجلوتامين مهمه فين؟ قلنا بتدي ان 3 وان 9 اوف ذا بيورين
وتحول كمان x ب ل g ب فعلاً يا مال جروب تامين الـ 3 من 9 ولما جيت احول x ب ل g ب هتعمل ده يبقى دي مكانها مكانها انك تحفظ ده لكن لو تحفظ كمان كلام انت مش فاهمه هنا الغرض انت شايفه ده هنا فتحفظ ده هنا وده بيسميناه دكاتره الجينومو سيلز اوف يورين هام جدا 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 نيجي بقى للسالفيج اوف يورين كلمة سالفيج مين دي دلوقتي؟ ايوه لو حد الكاميرا راح كده اتحط ولا حاجه يلاقي راجل كده وضيته لغايه الناس غرق فبص وجود يعني هو اللي اتعلم فالمنتج يعني انقاذ غرق طب انت بتنقذ حد من غرق لكن هتنقذ البيورين من ايه؟ هنقذ البيورين من تكتير هنقذ البيورين من تكتير وانا لو هكسر بيورين بيوتايب هكسرها ازاي؟ وانا لو عندي بيوتايب أشيل منها الفوسفيت فهتبقى نيوكليوزر ونيوكليوزايت أشيل منها الريبوز فهتبقى بيورين بيز والبيورين بيز لو جبتها ألبابين هتتكسر وتديني يوريك أسيد اللي يبقى إكسيديتس نيوكل طب أنا أنقذ بقى أنا مش هخليها تتكسر ممكن أنقذ على مرحلتين لو أنقذتها وهي نيوكليوزايت ناقصها ايه اعمل تبقى نيكروزايت؟ فوسفيت يبقى اعمل سالفيج وبيورين نيكروزايت باي فوسفوريليشن بدل فوسفيت طب لو انقذها وهي بيز ناقصها ايه اعمل تبقى بيز؟ ريبوز وفوسفيت يبقى لو انقذها وهي بيز ناقصها ايه اعمل تبقى نيكروزايت؟ ناقصها ريبوز وفوسفيت فاعمل سالفيج للبيورين بيز باي فوسفوريليشن صح؟ تاني لو عندي نيكروزايت نقص الفوسفيت نيوكليوزايت نقص الريبوز بيورين بيز فلو هنقذها وهي نيوكليوزايت هضيف بس الفوسفيت يبقى باي لو هنقذ البيورين بيز فايه هي هتبقى نيوكليوزايت ريبوز وفوسفيت يبقى هنقذ البيورين بيز باي فوسفورايبوزيليشن بيضاف ريبوز وفوسفيت طب نشوف ازاي اول واحده سالفيج اوف بيورين بيز باي فوسفورايبوزيليشن انقذ البيت باي فوسفورايبوزيليشن باضافه ريبوز وفوسفيت ازاي؟ لو عندي هايبوزيليشن بيضرب البيت بيت وعندي جوانين بيضرب البيت بيت عايز اعمل لهم سلفش عايز احول الهايبوزيليشن الى نيوكليوزايت اللي اسمها اي ام بي وعايز احول الجوانين لنيوكليوزايت اللي اسمها جي ام بي ازاي احول البيز لنيوكليوزايت هضيف ريبوز وفوسفيت هعمل فوسفو ريبوزيليشن ما بقدر الريبوز وفوسفيت بي ار بي بي فوسفو ريبوزايل بايروفوسفيت البي ار بي بي في كام ار؟ واحدة يعني في كام ريبوز؟ واحدة ريبوز وفي كام بي؟ ثلاثة يعني في كام فوسفيت؟ ثلاثة أنا أخدت منه إيه؟ ريبوز وفوسفيت يعني آر وبي يتبقى في كام فوسفيت؟ يطلع بي بي وأضيف الريبوز والفوسفيت على هاي مدام يتحول لنيوكليوتايد أسميه آر أو أضيفه على الجوانين يتحول لنيوكليوتايد أسميه جي والإنزيم اللي بيعمل كده أسميه هايبوزانتين جوانين فوسفورايبوزايل ترانسفريز أو أسميه هاسبرتين هاسبرتين هايبوزانتين جوانين فوسفورايبوزايل ترانسفريز أو هاسبرتين أو الحاسبرتين طيب ممكن أعمل سالفج للأدينين الأدينين دي بيتا عايز احولها لنيوكليوتايد اللي هو اي ام بي ازاي احول البيز لنيوكليوتايد اذا الريبوز والبيز هجيبه من مين؟ من بي ار بي بي يطلع ايه؟
بي بي اي واعتبر ازاي ايه اذر ثينج يا جماعه ايه اذر ثينج ادينين فوت ورايبوزايل ترانسبريز ادينين فوت ورايبوزايل ترانسبريز او اذر ثينج الاثنين دول الامبرتيز والامبرتيز يعملوا سانسبريز للبيورين بيز ده جميل. طب لو عندي بقى نيوكليوزايت اعمل ازاي سالفج للنيوكليوزايت؟ والله النيوكليوزايت هعملها سالفج باي فوسفوريشن. اضيف على النيوكليوزايت فوسفيت شيل اي نيوكليوزايت. طب اديني مثال يبقى اللي مركزين اهو سالفج اوف نيوكليوزايت باي فوسفوريشن. لو عندي ادينوزين ادينوزين دي بيز ولا نيوكليوزايت؟ البيز اسمها ادينين لكن دي اسمها ادينوزين يبقى اسمها ايه؟ نيوكليوزايت. لو عايز احولها لنيوكليوزايت يعني ادينوزين مونوفوسفيت هضيف فوسفيت. والله الانزيم اسمه كاينين يضيف فوسفيت ويحول ادينوزين الى ايه؟ طب لو عندي دي اوكسي ادينوزين الدي اوكسي ادينوزين برضه بانزيم اسمه كاينين ادينوزين كاينين يتحول لدي اوكسي. يبقى عملت سالفج للنيوكليوزايد باي فوسفوريشن لكن عملت سالفج للبيورين بيز باي فوسفورايبوزيشن باستخدام تو انزيم هالبر بيز وهالبر بيز. ايهما اهم؟ الدينوكوسنسس ام السالفج؟ هتقال لي كتشو ابني بيورين من اول وجديد من اول الريبوز فايبوسفيت ولا اضيف فوسفيت يبقى نيكروتايت ولا اضيف ريبوز وفوسفيت يبقى نيكروتايت؟ طبعا اسهل ان انقص التكسير. اذا الاهم اوعى تنسى كلكم بتقولوا دي نقطه اهم السالفج هو والسالفج وبيورين لو ده يعني لو الاكتيفيتي بتاعته زادت التكسير يحصل له لو انا بعمل سالفج بنقص من التكسير التكسير هيقل ولو كسرت البيورين بيطلع ايه؟ اذا لو زاد السالفج يحصل ايه بينتج الريكفري؟ يقل يحصل ايه في الجو؟ يبقى انجليز السالفج يقل التداول يقل انتاج اليوريك اسيد يقل الجو والعكس صحيح. لو قل الاكتيفيتي اوف سالفج هيزيد الكتابل ويزيد اليوريك اسيد ويحصل يبقى من ضمن هدول الجو اللي شغال من بكره نقص الاكتيفيتي اوف الانزيم ريسبونس تو سالفج. لو الانزيم دي الاكتيفيتي هتقل ما بعرفش اعمل سالفج كتابل يزيد يوريك اسيد يزيد يحصل جو. طب انا بقى بتوين السالفج والدينوكوسنسس لو زاد الاكتيفيتي اوف سالفج وبعد النيكروزايد عن غير سالفج هعمل دينوكو. لا يبقى لو زاد الاكتيفيتي اوف سالفج هعمل دينوكو. انا عندي نيكروزايد عن غير دينوكو والعكس صحيح. لو قل الاكتيفيتي اوف زايد اوف انزايد اوف سالفج ما بعملش نيكروزايد بعملها عن طريق مين؟ دينوكو فيزيد الاكتيفيتي اوف الدمج تاخد بيت والله يبقى موتر موتر ممكن تعمل سالفج لكن يزيد الاكتيفيتي اوف سالفج في البرين وفي الار بي دي بريكيرسر. اشمعنى بالذات برين وار بي دي بريكيرسر مع الدمج؟ يبقى البرين والار بي دي بريكيرسر يزيد الاكتيفيتي اوف سالفج عشان خاطر هو ما عندهمش نوم. والطريقه الوحيده اللي تصنيع النيكروتايد البرين هي السالفج. لكن انت سواء عملت دينوف او سواء عملت سالفج انت عملت لي رايبو نيوكليوتايد ولا دي اوكسي رايبو نيوكليوتايد؟ رايبو عملت ايه ام بي عملت جي ام بي ودي رايبو نيوكليوتايد. تاخد تصنيع ار ان ايه ولا دي ان ايه؟ الله ده انا اقول ار ان ايه. طب انا عايز اعمل دي ان ايه وعشان اخد دي ان ايه لازم عندي دي اوكسي رايبو نيوكليوتايد. بليز قول لي حالا ازاي احول الرايبو نيوكليوتايد
التي تحتوي على الريبوز الى ديوكسي رايبو نيوكليوتايد تحتوي على ديوكسيريبوز. وعشان تحول الرايبو نيوكليوتايد لديوكسي رايبو نيوكليوتايد هيتحول الريبوز ديوكسيريبوز. هو ايه الفرق ما بين الريبوز وديوكسيريبوز؟ الريبوز مبنيين في ويش، في الديوكسيريبوز مبنيين في باكس اتش. يعني عايز اشيل او، كل اللي عايز اعمله اشيل او. والله في ازاي اسمه رايبو نيوكليوتايد بلاتين، هو المنفوذ عن الريبوز الاو، هو اللي يحول لي الرايبو نيوكليوتايد لديوكسي رايبو نيوكليوتايد. بس دلوقتي هيشتغل على اي نوع من النيوكليوتايد؟ وانت عندك اوراق؟ اه طبعا. عندي المونوفوسفيت دي النيوكليوتايد والدايفوسفيت والرايبوسفيت. قال لك شرطه يشتغل على النيوكليوتايد دايفوسفيت. الرايبو نيوكليوتايد لاتيز لا يعمل الا على الرايبو نيوكليوتايد دايفوسفيت. لو عندي رايبو نيوكليوتايد دايفوسفيت، سواء كانت A D D أو G D B، لا أولا لديوكسي رايبو نيوكليوتايد دايفوسفيت. إذا عملت هاول دي لدي هتعمل إيه؟ عايز أشيل O من الريبوز. عشان أشيل O من الريبوز هستخدم كو انزيم. هذا الكو انزيم مهم جدا، يدعى ريديوز سايو ريدوكسن. ريديوز سايو دوكسن في اثنين اس اتش جروب، في اثنين اس اتش جروب، وعشان هو في اس اتش هاخد منه التو هيدروجين، ولما اخد منه التو هيدروجين هيبقى اوكسيدايز سايو ريدوكسن، والاثنين اس تشبهوا مع بعض يبقى فيهم اس اس، والاثنين لو هيدروجين يقابلوا الاو ياخدوا الاو من الريبوز ويبقى اتش 2 او، والاو خدتها من الريبوز فتحول لديوكسيريبوز، والرايبو نيوكليوتايد داي بقت ديوكسي رايبو نيوكليوتايد داي. عملت ديوكسي اي دي بي وعملت ديوكسي جي دي بي، ممكن بقى تستخدمهم في تصنيع الاي دي. بس مرة في الثانية في الثالثة كل ريديوز ثايلوكسين داوكسايد، وانا انت عايز اعمل ديوكسيد نيوكليوتايد اعمل ايه؟ يا سيدي رجع الاوكسايد ريديوز. هو لما كان ريديوز بقى ازاي اوكسايد؟ خد منه ايه؟ ادي هايدروجين. طب لو عايز تحول اوكسايد ريديوز ادي له ايه؟ ادي هايدروجين. اخده منين؟ يدخل ماس بي اتش بلس اتش يطلع ماس بي، والانزيم بيعمل ريدكشن للثايو ريدوكسين فاسمه ثايو ريدوكسين ريدكتيز. ثايو ريدوكسين ريدكتيز يحول الاوكسيدايز ثايو ريدوكسين الى ريديوز، استخدمه مره كمان في انتاج ديوكسي رايبو نيوكليوتايد الثايو ريدوكسين او دولة. في سؤال كوميديا في الامتحان هيتعلق فيه طالب شاطر، يقول لك انه ايه؟ reduce equivalent interface. كلمة equivalent means coenzyme. قول لي ال reduce coenzyme اللي ممكن تشيل هيدروجين وتعمل ده. FMN FAD NAD B كل ده غلط. reduce هيدروجين، ايه كمان؟ يبقى FMN FAD NAD نال بي امبارح لما خدنا البي اتش 4 يبقى بي اتش 2 فده ريديوز بيشيل هيدروجين، وكمان النهارده سايو ريدوكتن بيشيل هيدروجين ويتحول لاوكسيد. اوعى تقول بقى سي اتش اف تطلع هيدروجين مع وزنه تطلع هيدروفوبيك السنه ده، هل السي اتش اف بيشيل هيدروجين؟ طب بيشيل ايه؟ بيشيل وزن كاربونيك الزاين بتلين وتين الفورم، يبقى تي اتش اف ليس هيدروجين، لكن الزيت هيدروجين والثايودوكسين هيدروجين. وكده عملت اهو سنسز لرايبو نيوكليوتايد. عايزين بقى نعمل ريجيوليشن للجينوكوسيت. وده يا جماعه حاجه ضعيفه.
either regulation للجينوكو تنسز of factory. نشوف انا بعمل تنسز قلتا لبريد ازاي. والله بقى بي ريبوز طيب في انزايم يا ولد يا ولد بي ار بي بي يديني بي ار بي بي بينزايم اسمه اميدو ترانسبريس يديني 5 فوسفو رايبوزيلامين. ال 5 فوسفو رايبوزيلامين بينزايم اسمه ادينينو ساكسينيت سنسيتيف ادينو ساكسينيت بينزايم اسمه لايز اي ام بي كاينيز اي تي بي كاينيز اي تي بي. سوري يا جماعه في حضرتك ال 5 فوسفو رايبوزيلامين اول اي ام بي والاي ام بي بقى يديك الاي ام بي بقى بينزايم اسمه اي ام بي دي هيدروجينيز يديني ال اكس ام بي والاكس ام بي جي ام بي تنتديز جي ام بي كاينيز جي دي بي كاينيز جي دي بي. انت تعمل ريليشن على ايه بس؟ هعمل ريليشن على اربعه كمان. اول انزايم هعمل ريليشن بي ار بي تنتديز والتاني امينو ترانسليت والتالت ادينيلو سبستريت سنتيز والرابع اي ان بي ده. الاربعه انزايم دول هما الكي انزايم وهما اللي بعمل عليهم الريليشن. ايوه بقى اول اثنين ولا اخر اثنين؟ اول اثنين البي ار بي بي سنتيز والامينو ترانسليت هما الاهم. مين اهم واحد فيهم؟ بي ار بي سنتيز ولا اي ترانسليت؟ مين اهم؟ مين ار بي ار بي ستيل ولا ترانسفريت امين ترانسفريت ليه عشان هو ده سؤال بصوا هو البي ار بي ستيل بيبني بي ار بي الامين سوري بالطبش مش هنعمل بنوخ طبش وهناخده كمان بستخدمه في البايجنتر. فمش معنى ان كونت بي ار بي ان شرط هعمل يورين. لا ممكن اعمل طبش في بي ار بي ممكن اعمل بايجنتين في البي ار بي ولكن الامين ترانسبريت بيكون 5 فوسفورايزولامين. وانت عملت 5 فوسفورايزولامين انا هكمل دلوقتي. اذا ده سؤال يقول لك تدين واي امينو ترانسبريت كاتالايز ذا كوميتد ستيب اهم خطوه في الجينوكو سنسز اوف بريد لان الامينو ترانسبريت يبني باي فوز برايزولامين فانا ضامن هب جينوكو. ولكن بي ار بي ستيب بنى بي ار بي اللي ممكن استخدمه جينوكو او استخدمه تربش او استخدمه بايرينين. فمش شرط طالما كونت بي ار بي همشي جينوكو. وقت يا جماعه مش شرط. تعالى يا شباب احمد ست دولار دولار. السؤال بيقول اكتب ان واي اميكو ترانسبريت كاتالايز ذا كومبيتد ستيب يعني الخطوه التي تعرف تجيبها في الدينوكو سيرفيس كوبري. ليه الاميكو ترانسبريت هو الاهم والبي ار بي ستيب اقل اهميه؟ البي ار بي ستيب بيبني لي يا احمد بي ار بي وهذا البي ار بي ممكن استخدمه جينوكو ممكن استخدمه سالفيج اوبري ممكن استخدمه بايرنتين. يبقى مش شرط لو انا كونت لي بي ار بي يبقى انا هعمل جينوم ممكن استخدمه في اي حاجه ثانيه. فدي ليست الخطوه الرئيسيه. لكن امينو ترانسبريت بيكون لي 5 فوسفورايزولامين لما اتكون لازم اكمل جينوم. يبقى الخطوه الاهم هي الامينو ترانسبريت انها تضمن لي انها اكمل جينوم. لكن البي ار بي سنتيزي دي بي ار بي ممكن استخدمه في اكثر من حاجه يا جينوم يا تلفي يا بني وعشان اقل اهميه. لسه برضه ولا طيب ماشي نقول ازاي بقى بنعمل ريجوليشن. في بوزيتيف ريجوليشن وفي نيجاتيف ريجوليشن. البوزيتيف ريجوليشن خدناها. الاي دي بي مهمه لتحويل الاكس ام بي الى جي ام بي. مش خدنا الكلام ده؟ والجي دي بي مهمه لتحويل الاي ام بي الى ادينو ساكسينيت.
دي حاجة. الحاجة الثانية ال PRB يزود annual transcript. ال PRB يزود annual transcript. ده دول. ATP required for sense of GMP. و GTP required for sense of GMP. و PRB activate amino transcript. وده البول. النيجاتيف بقى كلها اسهم طالعه من تحت لفوق كلها في باج انهبيشن، والفي باج انهبيشن ده كومبتيتيف ولا نون كومبتيتيف ولا في باج انهبيشن قلت بقى الاي ام بي ينهبت تصنيع نفسه يعني ينهبت ادينينو ترانسبريز وينهبت كمان الامينو ترانسبريز وينهبت ال بي ار بي يبقى طالع منه سهم على كل كل زيه بالظبط جي ام بي ينهبت تصنيع نفسه وينهبت اميدو ترانسبريز وينهبت كمان بي ار بي اما ال اي تي بي يطلع منه سهم على اول واحد ينهبت ال بي ار بي وكمان الجي دي بي سهم على اول واحد ينهبت بي ار بي. خلي بالك لما تقراها كلام تخفى قوي. تقول لك تاني هنهبت بكذا وكذا وكذا لكن الرسمه سهله قوي. الرسمه دي بوزيتيف اي تي بي يزود تصنيع جي ام بي. جي تي بي يزود تصنيع اي ام بي. الاي ام بي والجي ام بي سهم اللي بيصنعهم. ودعم الامينو ودعم البي ار بي ترسيب كله بالنيجاتيف. والاي تي بي والجي تي بي سهم الاول واحد اسمه بي ار بي ترسيب. فتحونا بالرسمة أسهل. ليه؟ السؤال المهم هنا مين كتبت الكومبتنس أمينو ترانسبريز ولا بكرة إن شاء الله هنكمل كتابة وبايرين في بكرة تعرضها كتابة وبايرين